محمد تعليق حضرتك، وانه كم يتم الاباده الجماعيه لمدنيين من جانب منظمات ازوف وغيرها والنازين جدد كما اطلق دكتور مسلم شعيتو، وايضا بيتم تهجير اكثر من 2 مليون من مناطق شرق اوكرانيا، وانه هناك دعم هائل من الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه للرئيس زيلينسكي. يعني لا استطيع ان ارد على هذه معلومات مضللة، لكن أنا سأقول أنا موجود في دونيسك وفي لوغانسك وفي تلك المناطق منذ بدء العمليات العسكرية. الذين قتلوا في خلال 8 سنوات هم جزء من المدنيين والباقي عسكريين من الطرفين، من الانفصاليين الموالين لروسيا ومن الجيش الأوكراني. وفي بداية الحرب التي كانت في العام 2014 حتى العام 2015 عند توقيع اتفاقية مينسك، عندما كان هناك حرب في منطقة ديبالسيفو وفي منطقة بولنوفاخا في تلك المنطقة، بعد سقوط الجيش الأوكراني وقعت أوكرانيا وروسيا مع الرئيس بوروشينكو وقعوا اتفاقية في مينسك، وعندما كان يعني أعتقد هولاند فرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل ضغطوا على الرئيس الأوكراني لتوقيع اتفاقية في مينسك مع الرئيس بوتين. لا أريد أن أقول أن هناك فاشيين ونازيين، سقطت هذه الدعاية. نحن لا ننكر أن كتيبة أزوف لقادتها انتماء ويعني أفكار نازية وفاشية، وهم عزلوا ومنهم الآن يقبعون في السجون بعدما قاموا بتسليم أنفسهم. ولكن اليوم لو كانت حجة روسيا فقط القضاء على النازيين لكانت توقفت الحرب عندما استسلم العناصر كتيبة أزوف، وهم الآن يعني سيكون هناك تبادل أسرى بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي ضمن اتفاقية رعتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وبرعاية تركيا لتبادل الأسرى ستجري خلال على الأيام المقبلة. ولكن القول أن أوكرانيا تقوم بإبادة جماعية لشعبها هذا كلام يعني لا أستطيع الرد عليه، لأنه على أرض الواقع ليست هذه هي الحقيقة. ربما إن كانوا في روسيا هذا ما يتلقونه، خاصة بعد يعني القرار الذي صدر من الحكومة الروسية بمنع تداول الأخبار وفقط الالتزام بما تقوله وزارة الدفاع الروسية وهذه البروباغندا، ربما هذه الأخبار التي تعطى إليهم. فإن أرادوا أن يروا فليأتوا إلى منطقة دونيسك وليروا على أرض الواقع من الذي يقتل المدنيين، من الذي يقصف مدن خاركوف، من الذي يقصف نيكولايف. ليس الجيش الأوكراني الذي يقصف المدنيين، الجيش الروسي الذي يقصف المدنيين. اليوم في مدينة كراماتورسك تم استهدافها بصواريخ روسية، مدينة سلافيانسك تتعرض لقصف روسي وقتل فيها مدنيين اليوم قبل حوالي 4 ساعات من الآن. من الذي يقوم بهذا؟ هل الجيش الأوكراني؟ لا، على أرض الواقع الجيش الروسي هو الذي يقوم بضرب. طيب، مراكز الجيش من الذي يقتل دكتور مسلم؟ كلام أستاذ محمد، من الذي يقتل الآن؟ قال لك